مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مع طاطا حبيبة. دايما تشرف بكم، دايما راكم تشجعوا في طاطا حبيبة، يعطيكم الصحة. رمضان على الأبواب، لازم لنا التحليات، احنا نحبوا كامل التحليات ونحبهم دايما جدد. اتفضلوا معايا، راح تشوفوا التحلية شابة خفيفة راح تحبوها. اتفضلوا. واش فيهم المقادير؟ فيهم 250 ملليلتر دو كريم فريش، 200 ملليلتر دو ماسكاربون، 2 cuillères à soupe de sucre, la fraise et biscuit au beurre. راح نعاودو: 250 ملليلتر كريم فريش، 200 ملليلتر ماسكاربون، زوج مغارف كبار تاع سكر، فراولة و بسكويت بالزبدة. واش راح نديرو؟ راح نحكمو لا كريم فريش تاعنا، راح نطلبوها اون شانتيي. لاستوس، دائما نحكمو البول تاعنا مع اللي راح نضربو به، نحطوهم في الفريجيدير لازم يبردو. لا كريم فريش بارده وهذا بارد باش تطلع لنا لا كريم فريش. نبداو بالعقل باش ما طيرش علينا. دوك نزيدو زوج مغارف سكر. بسم الله، انتوما ذوقوا بعد اللي حبيتوها حلوه بزاف ولا بعد ما طلعناها اون شونتيي. دوكا نزيدو لها ماسكاربون تاعنا. بسم الله، ونزيدو نضربوها. بعد ما نسجم نحطوها في الفريجيدار لو طون نوجدو البسكوي تاعنا، ونعاودو تشوفو كيفاش راح نديرو لو دريساج. هاي كيفا ولات. نحكمو البسكوي تاعنا وبيغ، هاوليك نكسرو. هاوليك انا كسرناه، هاهو البسكويت تاعنا وبور كيفاه ولا. ودوك راحين نزينو في لي فيرين. راح نديرو البسكويت تاعنا هكذا، نحطو ماسكاربون ولا كريم فريش والسكر اللي واسيناهم. نديرو لا فريز تاعنا، نزيدو لي بسكوي، ونزيدو ماسكاربون تاعنا. نزينو كيما تحبو نتوما، على كل واحد يدير كيما يحب. وعلى فكرة، وعلى فكرة هاد لو ديسير تبريباريوه مع الصباح باش تاكلوه في الليل في السهرة، لازم يبرد. فوالا فوالا، تاكلوه بالصحة ولهنا، وان شاء الله شهيتكم في الجنة. وقولوا لنا اذا عجبكم ولا سيتوه، وروه لنا ان شاء الله. هاي التحلية تاعنا وجدت، نحطوها في الفريجيدار، وجدناها مع الصباح وفي الليل في السهرة، ان شاء الله في رمضان ناكلوها وتاكلوها بالصحة ولهنا.